أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتعد غير ربحية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة. ويكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسا للجامعة ورئيسا لمجلس الأمناء، وله أن يخول غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس. ووفقا للقانون تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي: تكوين الشخصية العلمية الإنسانية وتحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين، أعداد الكفاءات البشرية المدربة نظريا وتطبيقيا، ورعاية البحوث العلمية ودعم الابتكار. وتتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب ومؤسسات علمية، ويكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.